هناك حذفت وخمسة دقايق شكلها لنا غايبة. في عام 896 دودة شرهة تقطع الغصن الذي يصل التفاحة بأمها وتسقطها أرضاً وتضعها وجهاً لوجه مع الصدمة والدموع والخوف من المجهول والسؤال الذي حيرها: لما سقطت أرضاً ولم أطر إلى السماء؟ فعللت ذلك وتركته منقوشاً على جذع شجرة قائلة عنها: إنه حب الأرض لجذب الأشياء وامتلاكها، وهو ما عرف بالجاذبية فيما بعد. وفي العام 206 قبل اكتشاف البطيخ، بعد عشرات التجارب الفاشلة والرحلات الشاقة، قام العالم البطل بصلة بالكشف على مخلوقات دقيقة تسبب الأمراض وتلف الفواكه والخضروات، وبذلك يعتبر أول من تصدى لها. وفي عام القرعة الحمراء عام 221، المستكشف المهووس بالبحث عن الكنوز والأثار المعروف بالجزرة السكرية يحفر كعادته في أحد المواقع، وبعد آخر ضربة بمعوله تمكن منه التعب فجلس ليرتاح، ولم يلبث حتى شاهد عائلة البطاطا تخرج من الجحر وهي تردد طاطا طاطا، فسميت بالبطاطا، وكذلك المكان الذي خرجت منه سمي أحواز البطاطا فيما بعد. أما في العام 501 الفجل النحيل الذي عرف فيما بعد بأبي الفلك، كان في عملية بحث شاقة عن قطعة نقدية أضاعها في طريق العودة، فاستظل تحت زهرة عباد الشمس ليعلن بعدها بأيام اكتشافه لحركة النجوم والكواكب. يبلا نزلينا رياضة. يبلا نبغى نتحكيات. عادي نروحوا.